انه الاستثمار الخليجي في مصر استثمار هام جدا، لانه بيمثل 45% من اجمالي الاستثمارات في مصر. وعلى راس هذه الاستثمارات بيبقى الاستثمارات السعوديه اللي بتدخل النهارده قرابه الرقم المقيد قرابه 6.5 7 مليار دولار، ثم الاستثمارات الاماراتيه، ثم الاستثمارات الكويتيه. فالجانب العربي بالفعل له تاريخ من الاستثمار في مصر، الاستثمار المباشر، ونحن نهتم جدا بالجانب العربي، ونحن نهتم بملف حل مشاكل الجانب العربي، لان احنا عارفين انه بصرف النظر عن وقفة الجانب العربي بجانب مصر خلال السنة الماضية والمساهمة الفعالة في ان مصر تقدر تعدي الأزمة الرئيسية اللي كانت فيها خلال السنة الماضية، ولكن ايضا من ناحية الاستثمار احنا بنشجع كل الاستثمارات على حد سواء، ولكن بنهتم طبعا بالجانب العربي لان وزنه النسبي عندنا في الاستثمارات قوي. لكن خليني اقول لك حاجة، انه السياسة ما بتبقى ثابتة بتريح كل المستثمرين وبتدي ثبات في دخول البلد، وبتدي ثبات ايضا في حساب معدلات العائد الداخلي على الاستثمار. وفي نفس الوقت انت لو عملت كل المستثمرين معاملة واحدة بتقدر النهاردة انك انت تبقى عادل في معاملتك المستثمرين، وبتقدر النهاردة انك انت تقدر تقدم خدمات جيدة حتى للمستثمرين دول، ويوجد بقى هناك بقى ايه مزايا اخرى تقدر تقدمها غير المزايا التفضيلية المتعارف عليها.